ينضم إلينا السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكيوتي. أهلا بك سيد رائد. أهلا وسهلا. بداية نتحدث عن ما يشكل الأسواق العالمية بشكل عام المتحور الجديد أوميكرون. أسواق النفط متماسكة رغم الحديث عن تشديد القيود والإغلاقات، برأيك هل هي مؤشرات على مستويات جيدة للطلب وبالتالي تؤدي إلى تماسك الأسعار؟ يعني نحن ننظر إلى أن أسعار النفط لا تزال نوعا ما في المنطقة مريحة وتعكس التوازن وتعكس أيضا انحسار المخاوف فيما يتعلق بأوميكرون المتحور الجديد. يعني نعود ونتذكر مع بعض، نحن عنا تفاؤل وإيجابية بالنسبة لتوقعات النمو الطلب فيما يتعلق بالطاقة الدولية، وكذلك الأمر بالنسبة لأوبك بلس، كلاهما لا يزلان يتوقعان النمو في الطلب في العام القادم، وأيضا فيما يتعلق بالدول العظمى ويعني وضوحها فيما يتعلق بأنه ما رح يقبلوا إلى إغلاقات اقتصادية، ذلك حزز من استقرار أسعار النفط بعد أن كنا شاهدنا ضغط على أسعار النفط في الفترة الماضية. الآن نوعا ما يعني أرى هذا الضغط نوعا ما يعني متوقف أو ليس بالشراسة التي كان عليها من المستويات العليا. أيضا سيد رائد على مستوى الذهب هناك استقرار نسبي في تداولاته رغم الحديث عن أوميكرون، بالتالي هل يؤشر ذلك إلى تكيف كما تفضلت، وبالتالي هل سيتجه الذهب لتصحيح خلال المرحلة المقبلة؟ يعني هناك مصطلح في الأسواق نحن بنقول عنه اللي هو flight to quality، واللي هي اللجوء إلى الأمان أو إلى الأصول ذات المخاطر المنخفضة والهروب من الأصول ذات العائد المرتفع. ولكن في التطمينات مثل ما ذكرنا وذكرت حضرتك أيضا، التطمينات التي جاءت على لسان بايدن وعلى لسان مسؤولين في دول عظمى أنه لا يتجهون إلى الإغلاقات وأن تأثير أوميكرون أقل ما هو عليه، سبب ذلك الضعف وبدء الضعف مجددا على أسعار الذهب والضغط مرة أخرى بالاتجاه الهابط، على الرغم من أنه تمكن من تحقيق ارتفاعات وقرابة 1800 دولار وأضاف 20 دولار فوقها، ولكنه الآن بدأ يدخل في منطقة يعني تداول عرضية ومتوقع أن يزور مستويات أدنى ممكن أن تكون قمة هذه القناة هي عند مستويات 1830 دولار للأونصة، وهي المستويات الأقصى للارتفاع متوقع في الفترة القادمة، ولكن هو ميال للهبوط ومع ميل إلى ضعف التداولات تدريجيا مع اقتراب نهاية التعاملات العام. ولكن العامل الذي كان يقلق الرساميل والمستثمرين في الأصول ذات العائد المرتفع هو التفاعل مع المتحور الجديد. أنتقل للحديث عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم الصين وأهميته بشكل عام. باختصار بين حين وآخر يعود الحديث عن أزمة العقارات هناك في الصين تحديدا، خاصة ما يتعلق بعدم تمكن بعض الشركات من السداد، هل من المخاوف متعلقة بعودة ما شهدناه في 2008؟ اختصار لو سمحت. أعتقد الاقتصاد الصيني في حالة ضعف، مزيد من الأزمات سواء كانت عقارية أو توقف في سلاسل التوريد أو يعني عملية التصدير التي يقوم بها الاقتصاد الصيني سوف تضغط أكثر على هذا الاقتصاد، ولكن كل هذا الضغط ما هو إلا عبارة عن ضعف وتباطؤ في النمو، ولكن ليس ميالة إلى أن يكون هناك ركود أو كساد في أي وقت قريب. فالعامل الناجح حاليا هو السيطرة على أوميكرون بشكل أكبر، أعتقد هو مفتاح نجاحات الاقتصاد الصيني في العام القادم، ويعني يتضح جليا هذا الأمر. بالتالي حتى المشكلة العقارية التي يواجهونها هي مشكلة داخلية لا تؤثر كثيرا، لأن المستثمر الأجنبي ليس بعد موجود بشكل واضح في الاقتصاد الصيني. نعم، إذن سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكيوتي كنت معنا، شكرا لك.